نستيك فام الإذاعة الأولى في تونس. مسعود الشرفي معتمد جلمة، مرحبا بك، شكرا لك على قبول دعوة بالهاتف سي مسعود. مرحبا، تحية لك وإلى كافة مستمعي مزايك. تحية لكل أهالينا في سيدي بوزيد. سؤال على الطاير سي مسعود، علاش لم يتم صرف الراتب في الآلية 16 للمرحوم عبد الوهاب الحبلاني على امتداد أشهر؟ في البداية سنحب نترحم على روح الشهداء الأخيان اللي حدث عمدون، إن شاء الله ربي يرحمهم وربي يصبر أهلهم، وكذلك نرحم على روح المرحوم عبد الوهاب الحبلاني، ونعزو عائلته ونعزو جلمة ونعزو أنفسنا زادة، لأنه هو كان زميل يخدم معنا. عبد الوهاب الحبلاني هو في الحقيقة كان على ريو 16 الدفعة الخامسة في 2017 وقت طرد الجيران المنحه نتاعو لتسويه وضعيه الوضعيه المهنيه نتاعو، تسويه الوضعيه الاداريه، على خاطر كما تعرفوا في انتداب استثنائي في عمله الاليه 16 تم على مراحل، والانتداب نتاعها زاد طبيعه الدروس انها تاخذ مراحل من الجهويه، من الولايه الجهويه على مستوى جهوي، وزاره التنميه، رئاسه الحكومه، ووزاره الاداره العموميه. واضح. الحكايه شدت 7 أشهر. لا هي مش 7 أشهر، هي تقريبا اكثر من 7 أشهر. اكثر من 7 أشهر. ذاك علاش تم شوي بطء في تسويه الوضعيه نتاع في ملف المرحوم عبد الوهاب. أنا في الحقيقة منذ تولينا المهام على رأس معتمدية جلمة في 10 سبتمبر 2019 نهار 11 سبتمبر طلبت الدوس نتاعو الملف نتاعو، رسمنا السيد دواني مشكور كتفاعل، تم التنسيق مع وزارة الداخلية وتم تسويت وضعيته، وعلمناه بذلك عائلته ساعتها لذاك المكتب نتاعي صاحبة والده وجاره، وعلمناه سي عبد الوهاب المرحوم عبد الوهاب الحبلاني اني وضعيته راهي تسوت، وباشر وبالفعل باشر العمل معنا في مقر المعتمديه، باشر العمل، لكن الجرايه ما جاتش. هذا هو الوضعيه، هذه الوضعيه. هو شوف هو ممكن تتصور عليه حتى كي ندخل في الوظيفه العموميه في ثم رابيل يصير، هو معناها تبقى 3 أو 4 أشهر ومن بعدين تتصبر. إيه هو قداش قعد؟ قداش قعد؟ هو بقى عام وسبع أشهر. عام وسبع أشهر. عام وسبع أشهر. مازال الدوس نتاعه مازال ما تسواش، نحن نحكوا على أساس من بشارة الدوسي على الأقل. كان ينجم وحتى بالقجاء عقد الانتداب نتاعه. معناتها عبد الوهاب الحملين يرحمه نفذ صبره، هذا هو. اصبر 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 اصبر، ومن بعد قال لك انا يا اخويا ما عادش عندي منين، والتجا الى 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 الانتحار. هذا اللي صار. لا انا شوف نقول لك بالضبط، عائلته اللي تعب المرحوم الله يرحمه ويرحم على بالهم، عائلته على بالهم، وباشر العمل نتاعه، وكان سعيد جدا اللي هو تحلت وضعيته. وانا اتذكر قبل عمل العمليه الانتحار بيوم او يومين عائلته على اساس كمال استخراج بطاقه عبد ثلاثه وهو على علم، وبالفعل مع المصالح المتصله وفاق. لا 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 سيد المعتمد، علاش ماله؟ علاش اقدم على الاضرام النفس في النار في نفسه؟ ماله؟ ما عداء ردوا بين على بعضنا، يفضلك سيد المعتمد، نحب نفهم انا جوست، نحب نفهم اذا كان فرحان قبل بليله وتقول لي بعثتوا على البلتان نيميرو 3 وكان في باله الوضعيه باش تتسوى، ما علاش اللي متغدوا حرق روح؟ والله هو شوف انا رانا نحكوا كل شيء بالوثائق موثق، يا ما نحكوش كلام فارغ ولا كذا. يا مسعود لا سامحني ادخل الكلام بقى، علاش انتحر؟ هو هذا سؤال مطوح، لو هذا الواحد يسال سؤال اذا كان السيد امور مسوي لماذا انتحر؟ هذا هو الانتحار. هو السيد الوزير بعد الحادثه بيوم اذن بفتح تحقيق اداري، وبالفعل تم التحقيق، وجونا خيار متفقدين حلوا على راس ولايه سيدي بوزيد، وتم الاستماع الى من يرون انه عنده علاقه بالموضوع، ونحن ديما نقول على الملاعب في الهواء مباشره، ما فنا عندنا حتى مسؤول فوق القانون، كل من يثبت ادانته بملف المرحوم عبد الوهاب الحبلاني ليس لا فوق القانون. ولذا فما منطقة ظل معناها فيه فهل الملف غير مفهومة. شكرا لك سي مسعود، خلي كلمة ختام بسرعة، نعطيك دقيقة. تفضل سي مسعود شرفي معتمد جلمة. تفضل سيدي خويا. يعطيك الصحة خويا، احنا ديما مع إنارة الرأي العام، احنا رانا نتعاملوا مع العباد الكل، ونحب ربي في الدقيقة هذه نحب نوجه تحية لأهالينا في جلمة على ما بدوه من روح عالية بصراحة، وحب البلاد وروح وطنية، وهذا مش غريب عليهم، وإن شاء الله دائما يا ربي سيدي بوزيد وجلمة بخير، وإن شاء الله تونس دائما من حسن الأحسن، وشكرا.
مسعود مازال عندكم ملفات اخرى كما 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 ملفات المرحوم عبد الوهاب حبلاني؟ لا لا هذا ما عندكم ملفات اخرى عند رئاسه الحكومه تستنى في الاليه هذه؟ لا 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 على جل ما عندنا حاله واحده اللي هي حاله المرحوم عبد الوهاب حبلاني. سي عبد الوهاب هز معها دوسي. شكرا لك سي مسعود الشرفي معتمد جلمه.